إيه فهاد الفترة من السنة في فصل الربيع المناخ كيكون كيتغير بفترة سريعة في النهار ما بين الصباح والليل، كيكثروا الحشرات وكيكثروا كذلك داك البولين داك النباتات اللي كيكون كيطايروا في الهواء، وكيؤديو انه الناس اللي تيكونوا عندهم الحساسيه كتزاد، وكيؤدي بهم مرة عدوبات الى يديروا دي كريز دازم، يعني كيديروا الحالات ديال لا كريز. هذيك الحاله ديال لا كريز الناس اللي كيعرفوا لازم راه كيكون عندهم الادويه ديالهم اللي كيستعملوهم باش كيدوزوا داك المرحله ديال في النهار اللي كتكون كتزيرهم، والناس اللي عاد كيتعرفوا على لازم خاصهم ملي يحسوا بداك السيفلومون ولا يشوفوا وليداتهم كيديروا داك السيفلومون ملي كيمشيو للغابه ولا ملي كيديروا مجهود ولا بالليل ولا ملي كيكون كيبرد الحال ولا ملي كيكونوا كونتاكت مع الغبره ولا مع الحشرات ولا كونتاكت مع الورود، كيحسوا بوليداتهم كيتشدوا من التنفس ديالهم، خاصهم يمشيو عند طبيب اختصاصي في الدقه باش يشخصوا ويعاينوا داك الحاله واش هي دقه واش خصها الدواء. الناس اللي في هذه الفتره هذه كيجيهم لي كريز مقاربين ما فيها باس انهم يمشيو يشوفوا الاطباء ديالهم باش يعاونوهم بدواء اخرين باش يكون عندهم تنفس احسن وما يطيحوش في حالات حرجه. الناس اللي مالك الدواء اللي كياخذوا كيحسوا بانه الدواء ما كافيهمش ولا خداو الدواء رونفورس، يعني مشاو عند الطبيب وعطاو الدواء كيحسوا بان الدواء ما نفعهمش، خاصهم يستجئوا المستعجلات باش ياخذوا الدواء بلينالاسيون، يعني بهذاك الرابوز اللي كنديروا في المستعجلات ومع الاكسجين، وكياخذوا الدواء في العرق باش تكون هذيك لا كريز كتسولاجا وكيكونوا احسن ويمكنهم يكملوا الدوايات في الدار. الناس اللي مارغري انهم مشاو للمستعجلات وما تحسنوش، هذوك الناس كنضطروا ان نعسوهم وكنقدموا لهم العلاجات الخاصه 24 ساعه على 24 ساعه باش كيكون تحسن. بعد النوبات كيخصهم اوسبيتاليزاسيون ديال 3 ايام ولا 4 ايام، وكيخصهم تحاليل وكيخصهم رانديوات، وحنايا مستعدين اننا نقوموا بالواجب ديالنا كاطباء في اكاديميه.